شارك معالي وزير الصحة شيخ الدكتور باسل حمود الصباح في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب بدورته رقم 55 والذي عقد اليوم بالتواصل المرئي. وقال وزير الصحة بأن وزراء الصحة العرب قد ناقشوا العديد من الموضوعات أبرزها مشروع الاستراتيجية العربية وإجراءات التصدي لجائحة كورونا المستجدة وآلية الحصول على اللقاحات وضمان التوزيع العادل لها على الدول العربية. كما ناقش وزراء الصحة العرب تقريرا عن الأحوال الصحية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وبالجولان السوري المحتلة.